معنا الحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. أهلا ومرحبا، نبارك لكم في البداية هذا التفوق وحصولكم على الثانوية الأزهرية بشعبة العلوم الإسلامية، وكنت الأول فيها، فنبارك لكم من هنا من قافي التفاعلية هذا النجاح وهذا التميز. أهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله، حياك الله أخي الحبيب. في البداية ماذا كان شعورك عندما يعني استمعت أو تابعت هذه النتيجة ووصولك لهذا المركز؟ كان طبعا يعني الحمد لله ربنا وعلى الفضل بفضل بذلك كان شعوري بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وبنعمه علي بهذا الفضل الكريم والجزاء العظيمة باستعادة الغامرة حققت هدف من أهدافي الذي كنت أسعى إليه دائما ووفقني الله سبحانه وتعالى لهذا وكان يعني كان اتصال فضيلة الإمام الأكبر كان اتصال مشرف لي ويعني كان هذا أصلا قديما أن فضيلة الإمام ممثل الإسلام في العالم كله كان على اتصال به وأن بارك لي في هذه النتيجة وملأت السعادة الأسرة والعائلة والمحافظة والجمهورية. جميل، جميل جدا. طيب، فيما يتعلق هنا بمجموعك والدرجات المئوية، ربما نحن نعرفها ولكن لو نعرف المشاهدين من خلالك بها. تمام، بفضل الله حصلت على مجموع 620 من 630 نسبة 98 و41 100%. جميل، جميل، مبارك إن شاء الله. أخي الحسن، يعني أريد أن أسألك عن نقطة ربما أشرت إليها أثناء حديثك في البداية، ولكن فيما يتعلق بالعائلة، كيف كانت الأجواء عند تلقي هذا الخبر الجميل؟ أولا يعني كان بعد صلاة العصر كان اتصال مفاجئ من مكتب فضيلة الإمام ويعني الرجل صاحب المكتب قال لفضيلة الإمام يريد أن يكلم حضرتك كانت يعني مفاجأة يعني أنا لم أصدق ظننت أن هذا الرجل كان يمزح أو شيء من هذا لكن كان فعلا اتصال حقيقي من فضيلة الإمام هذا قبل حصولك، قبل سماعك بالنتيجة، اتصل بك مكتب فضيلة الإمام أحمد طيب وأبلغك بذلك؟ نعم، جميل، كان هذا أول خبر من النتيجة. يا سلام، يا سلام، تفضل أخي الحسن، تفضل. بعد ذلك فضيلة الإمام أنعني وبارك لي بهذه النتيجة العظيمة وبارك لوالدتي ويعني ملأت السعادة الأسرة وكان هذا الخبر مسعدا لنا جميعا وسريعا أن انتشر الخبر وملأت السعادة أبواب كلها في بلدنا بل وفي جمهورية مصر كلها. يا سلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وللعائلة. طبعا العائلة كان لها دور في يعني الوصول إلى هذه النتيجة، دعم الأهل كيف كان طيلة السنوات الماضية؟ نعم، والدي ووالدتي كان لهما فضل عظيم علي ف يعني دائما كانوا يشجعني ويوفران لي الأجواء المناسبة كان يلزمهما الكثير من المصاريف يعني والأمور الكثيرة كان في بعض الأحيان يلزمهم السهر معي والجلوس بجانبي أحيانا كان الشخص يشعر بالقلق الكثير لكن كان الوالد والوالدة دائما يعني يشعران الشخص بالاطمئنان والثقة بالله عز وجل يا الله. طيب وطبعا تفضل.
إخواتي بحكم أني أصغرهم كانت لي استفادة كبيرة من خبراتهم السابقة وتجاربهم، وكنت كثيرا ما أسألهم سواء في كيفية تنظيم المواد أو في المادة العلمية نفسها، من أسئلة تقف أمامي أو أشياء ربما لا أفهمها. طيب بالنسبة لي يعني هذه الصعوبات تم تجاوزها، أريد يعني أن أختم معك بنصيحتك للطلاب الجدد، ماذا يجب أن عليهم أن يفعلوا، من ماذا يحذروا أثناء طلبهم للعلم، وكيف يمكن أن يصلوا إلى أماكن يعني متقدمة ومراتب عالية؟ تمام، يعني نصيحتي للطلاب يتوكلوا على الله عز وجل، فقد قال ربنا سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وأنصح الطلاب بالتزام قراءة القرآن الكريم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن. فالقرآن يعني يبارك للشخص في وقته وفي كل شيء. يعني لما كان الشخص يمر عليه يوم غير قراءة القرآن يكون يوما لا بركة فيه، بخلاف الأيام التي تقرأ فيها القرآن. جميل، وأنصحهم بالنظام، يعني مثلا عندنا في الثانوية الأزهرية كانت 16 مادة، فينبغي على الشخص أن يذاكر مواده كلها في كل أسبوع ولا يكفر في أي مادة منها، لأن للأسف بعض الطلاب يذاكر بعض المواد ويترك البعض الآخر لآخر العام. للأسف هذا يكون ضغط كبير على الطالب، يعني لا يستطيع أن يتواءم مع هذه الكمية من المذاكرة. نعم، أنصح أيضا الطلاب بمراجعة مستمرة، فأنا ذاكرت درس قبل أن أذاكر الدرس الجديد وراجع على الدرس القديم، وينبغي أن يكون لي جدول مراجعة شهرية، أن كل ما ذكرته في هذا الشهر يجب أن أراجعه حتى لا أنساه. جميل جميل، وأنصح أيضا بحل التمرينات وحل الأسئلة، خصوصا أسئلة الامتحان، فهي يعني تفيد جدا وفيها أفكار جديدة تعين الشخص على تفهم أفكار الامتحانات وألا يكون الامتحان غريبا عليه. جميل جدا، هذه النصائح ربما ستكون نصب عيني كل طالب وطالبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم لعائلتكم. أخي الحبيب الحسن فتحي إبراهيم الأول على الثانوية الأزهرية بشعبة العلوم الإسلامية من مصر، أشكرك جزيل الشكر.